شكرا لسيدي محمد الرزقي على هذه الإطلالة المباركة القيمة على مادة الحب لغويا ثم مدلولها في الشريعة الإسلامية، وكذلك وقوفه على عناصر أو على العناصر التي توجب محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها تتجسد في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. والآن تعطى الكلمة للأستاذ سيدي عبد القادر العافية، وسيتناول كذلك معنى المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام والتي تتجسد في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في الأفعال، في الصفات، في النعوت، في حسن الخلق. فليتفضل سيدي عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كثرت تعريفات لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض الأئمة من العلماء أن حبته هي اتباع الرسول أخذاً من قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال بعضهم: محبة الرسول اعتقاد نصرته والذب عن سنته والاهتداء بهديه. وقال آخرون: المحبة دوام الذكر للمحبوب. وقال بعضهم: المحبة إيثار المحبوب، أي تفضل على مستقبله. وقال آخرون: الشوق إلى المحبوب. وقال آخرون: ميل القلب إلى موافقة المحبوب. وطبع الإنسان دائما وأبدا مائل إلى حب الصالحين والصلحاء وأهل الخير وأصحاب السير الحميدة، وقد جبلت النفوس على كل من أحسن إليها. قال سيدنا علي رضي الله عنه: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم جامع لخصال الخير كلها من الصلاح والعلم والتقوى والإحسان والكرم والشجاعة ونبل الصفات. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى الناس كلهم، وأخرجهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ودعاهم إلى الأخوة والمحبة والتسامح، ودلهم على كل خير، وحذرهم من كل شر، وقد بعثه الله رحمة للناس كافة. قال تعالى: ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي سورة المائدة يقول تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأي إحسان أجل قدرا وأعظم منزلة من إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. فهو صلى الله عليه وسلم وسيلة الناس إلى ربهم، المتكلم عنهم: يا ربي يا ربي أمتي. وهو شفيعهم يوم القيامة، وهو الشاهد عليهم. قال القصيري رحمه الله:
رحمة كله وحلم وعزم ووقار وعزمة وحياء. فمحبته صلى الله عليه وسلم واجبة شرعا وطبعا. فإذا كان الإنسان يحب من أحسن إليه مرة أو مرتين في أمور الدنيا فكيف بمن أنقذه من النار وهداه إلى الصراط المستقيم وإلى سعادة الدنيا والآخرة. فنبينا يجب علينا أن نحبه أكثر من أهلنا وأموالنا وأولادنا. وعن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. إذا بغينا نجمع نقول من ولده، جمع من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. وهذا هو الحديث الذي ذكر. فقال له صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وهذا الحديث قال الصحابة عنه: ما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث، هو أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون معه. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي حسن وحسين وقال: من احبني واحب هذين واباهما وامهما كان معي في درجتي يوم القيامه. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لانت احب الي من اهلي ومالي، واخشى ان لا اكون معك في الجنه لان درجتك ارفع من درجتي. فأنزل الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي حديث أنس: من أحبني كان معي في الجنة، رواه الأصفهاني في ترغيبه. وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا إسلام أبي طالب كان أقر لعلم إسلامه. وكان الحديث عن أبي قحافة والد أبي بكر يعني أباه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للعباس: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي اسحاق ان امراه من الانصار قتل ابوها واخوها وزوجها يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما فعل رسول الله؟ قالوا: خيرا، هو بحمد الله كانت في الدين. قالت: امين حتى انظر اليك. فلما رات ذلك: كل مسلمه بعدنا جلد اي صغيره. الناس أبوها وأخوها وزوجها، ومع ذلك تسأل عن رسول الله بلهفة وبن، حتى لما قيل لها: هو بخير؟ قالت: أرينيه، شوف أرينيه حتى أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك
جلال أي صغيرة وهينة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس، الله يكونوا معي إن شاء الله، يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وسئل علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كيف كان حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وروي أن عبد الله بن عمر خضرت رجله من عشد خضرت، فقيل له: اذكر أحب الناس إليك يزل عنك هذا الذي بك. فصاح: يا محمدان، فانتشرت رجله وانطلقت رجله. ولما حضر بلال رضي الله عنه نادت امرأته: وحزنان. فقال: وطربان، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزنان. علامة محبة الله، ومن علامة المحبة الابتداء والابتداء. قال تعالى: ويكون يحبكم الله فاتبعوا يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه الترمذي في مشكات المصابيح، والبغوي في شرح السنه. ورحم الله الإمام البخاري الذي يقول: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجب، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كلام. وقبل ختام أقول: المغاربة من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنذ دخل الإسلام إلى المغرب وهم يعلمون أبناءهم القرآن الكريم، لأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لشيوخهم، أي لشيوخ المغاربة، سند في حفظ القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء المغاربة ألفوا في السيرة النبوية تآليف متميزة، كابن عبد البر وابن سيد الناس والسهيلي والطاهريات وغيرهم، تآليف استفاد منها أهل المشرق والمغرب، بل أقول وفرح بها أهل المشرق كثيرا. وتعلق قلب المغاربة بكتاب الشفاء للطاهرية تعلقا كبيرا لما فيه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله، وما يجب من محبته، وما يجب من تقديره، وما يجب من علو مكانته. ولمحبة المغاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما ألف الإمام الجدولي دليل الخيرات اهتموا بقراءته، بل جعلوه وردا من أورادهم. وتعلمون جميعا أنه عندما وصل الإمام إدريس إلى المغرب رحب به أهل المغرب ورأسه عليه. لماذا؟ لأنه لم يكن يحمل سلاحا ولا يحمل جيشا وما معه ولا يتبع، ولكن لأنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة المغاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء معروف، وأوقاف المغاربة بمكة والمدينة معروفة، ومنها أوقاف السيدة العالمة الجليلة ناتة بنت بكار الغفري زوجة المولى إسماعيل، التي بنت أرضا، بنت دارا لطلبة العلم بالمدينة المنورة للحديث النبوي، لدراسة الحديث النبوي، وبنت دارا أخرى بمكة للطلبة لتتبع القرآن وحفظه ومعرفة علومه.
يعني هذا كله مغاربة كنشوفهم كيف. وكان بودي أن أتحدث عن دخول قصيدتين البردة والهمزية للمغرب، وعن الشاعر العلامة البصيري الذي هو من أصل مغربي، وهو تلميذ أبي العباس المرسي الذي هو تلميذ أبي الحسن الشاذلي، وأبو الحسن الشاذلي تلميذ المولى عبد السلام بن مشي. فالبصيري سيد شعراء المديح بلا منازع، سيد شعراء المديح النبوي بلا منازع. هو من أصول مغربية من صنهاجة، ومشيخته في المديح والتصوف مغربية، والبردة والهمزية وقع عليهم الإقبال من طرف العلماء، وحظي بشهرة كبيرة وعناية فائقة، ويظهر ذلك من كثرة الشروح التي وضعت على البردة والهمزية، وبخاصة البردة، ومنها شروح وحواشي في المغاربة كبنيت والزوز وغيرهما. والبردة والهمزية وقع الاهتمام بهما حفظا وإنشادا، وأصبح كثير من طلبة العلم ومن المنشدين يحفظونهما عن ظهر قلب عن ظهر قلب. توشدان البردة والهمزية بأنغام مختلفة وأوزان لطيفة في الأفراح والمآثم، تبركا بهما لما فيهما من نحي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإشادة بشمائله وبرسالته وبإنقاذه للناس جميعا فهو رحمة. فالمغاربة ولله الحمد لهم تعلق كبير برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم فيه محبة خالصة هذا. ولا يفوتني أن أشكر الزاوية الحسنونية وفي طليعتها أخي عبد المجيد الحسون الشريف الحسوني. هذه الزاوية التي تميزت بالاحتفال بالمولد النبوي بشكل متميز لا يوجد في أنحاء المغرب، واحتفالها بهذا المولد الشريف يميزها عن باقي مدن المغرب، مما يجعل لهذا الاحتفال مذاقا خاصا وطعما عجيبا. فشكرا لآل الشيخ القطب سيد عبد الله الحسوني سيد عبد الله بن حسون، وشكرا للحاضرين والحاضرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.